السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف بعض الفوائد الإضافية لاستخدام الدم من كود الزنافور. ده من الفوائد، غير إن أنت تعمل منه اللوح الديزاين وشوب دراونج والأزبل، إن أنت تقدر تعمل environment simulation، تقدر تعمل simulation وأناليسيس. ده طبعا في مرحلة الكونسبت لسه بتفكر، فتقدر تعمل. إنما لو أنت بقى خلاص عملت اللوح بيبقى صعب إن أنت تعدل. طيب، في الانرجي فاليديشن، مهم جدا ان انت تعمل محاكاه وتبدا تشوف انسب تصميم لي يكون مناسب للبيئه ويكون بيوفر في الكهرباء، يكون بيوفر في الطاقه. تقدر تعمل سيموليشن تشوف لو انت استخدمت الطاقه الشمسيه هتبقى موفره ولا لا. اللايتنج ديزاين فاليديشن، ال4D يعني بربط الجدول الزمني من برامافيرا وام اس بروجكت بالمشروع بتاعي. جرين مارك، البيم موديل، لو في مباني حواليك بتقدر تعمل ليزر سكان وتدخل الشغل دوت في قلب الموديل بتاعك. بتقدر تعمل سيستم اند ام بي سيستم، بتبدا تشوف تعمل كذا سيستم وتشوف الافضل واللي هيوفر معاك واللي هيكون مناسب للمبنى دوت. وده طبعا ما بياخدش وقت، وبتقدر تحل كل الكليشيهات اللي موجودة. بتقدر تعمل تقدير للتكلفة من أول مرحلة من مراحل المشروع، الـ MVP Cost Estimate. تقدر تشوف التكلفة هتبقى قد إيه بناء على الموديل الأساسي اللي موجود. دي من ضمن الـ Facility Management، مفيد جدا إن أنت تعمل Facility Management باستخدام الـ BIM، بيديله قوة، لأن بالكاد بيبقى بالكاد بصعوبة جدا بيقدر يفهم ارتباط العناصر ببعض، يعني اللوحه دي مع السكشن ما بقاش قادر يستوعب حجم الغرفه، وبتاخد جهد كبير على ما ندخل المعلومات اللي احنا عايزينها. موضوع ال تشوف السيفتي، ده مهم جدا في البيم. تقدر تعمل لوح الناس تقدر تفهمها وتستوعبها وتتدرب عليها، فاستخدامات البيم كتير جدا، فانت لازم تبقى عارفها وتشوف وتطلب الحاجه اللي انت محتاجها في